الآن صار الوقت إنه نتعرف على قائمة الفائزين. جائزة أفضل ممثلة دور أول كانت من نصيب كريتي سانن عن دورها في فيلم ميمي. جائزة أفضل ممثل دور أول كانت من نصيب فيكي كوشل عن دوره في فيلم سردار أودام. وجائزة أفضل ممثلة مبتدئة كانت من نصيب شارفري عن فيلم بانتي أور بابلي 2. جائزة أفضل ممثل مبتدئ كانت من نصيب أهان شيتي عن فيلم دادا. وكنت أول واحدة تهنئ هالنجم الشاب بجائزته. Congratulations. Thank you. Very nice to meet you. You win tonight. I did, yes. How do you feel? Feeling good. It's my first debut award, obviously. But very excited and I'm so happy I could be a part of this whole thing. وجائزة أفضل ممثلة دور ثاني كانت من نصيب سيتا مهنكر عن دورها في فيلم ميمي. وجائزة أفضل ممثل دور ثاني كانت من نصيب بانكاش تريباتي عن دوره في فيلم لودو. وجائزة أفضل مغنية كانت من نصيب أسيسكور عن أغنية راتا لمبيا في فيلم شرشاه، اللي كمان كان لي حديث معها وسألتها عن إحساسها بعد الفوز بهالجائزة. I am feeling amazing. I'm like really happy. आपको देख ही रहा है, स्माइल जा नहीं रही है चेहरे से. सो جائزة أفضل مغني كانت من نصيب جوبين نوتيال عن أغنية راتا لمبيا في فيلم شرشاه. وجائزة أفضل مخرج كانت من نصيب فيشنو فردان عن فيلم شرشاه. أما جائزة أفضل فيلم فكانت من نصيب شرشاه